الصواريخ باتجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع في هذه الأثناء. هذه الصور المباشرة عبر الحدث تنقل إطلاق رشقة من الصواريخ باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، ويبدو أن هذه الصواريخ من يعني التفاعل في الجو من بعيدة المدى، ربما هذه الرشقات تصل إلى تل أبيب والقدس. نعم، نتابعها وإياك أحمد. إذن هي كما ذكرت إطلاق رشقات صاروخية من داخل قطاع غزة باتجاه إسرائيل. ما زلنا في إطار القصف الإسرائيلي المتواصل من البر والجو والبحر، وأيضا هناك رد فعل من يعني الفصائل الفلسطينية وكتائب القسام على استهدافات الطيران الحربي الإسرائيلي للمواطنين المدنيين، حسب ما يقول القسام أن هذه الرشقات ردا على ذلك. ويعني الحرب في يومها السابع وما زالت مستمرة إلى الآن، على الرغم من أن هناك ربما اتصالات